انتهينا في اللقاءات السابقة إلى أن الله سبحانه أراد أن يصفي مسألة الخلافة في الأرض خلافة إيمانية ليقطع بها سبيل الدعوة عمن يدعون أنهم دائما شعب الله المختار، أقاموا على عهد الله أم خالفوا. فبين الله سبحانه وتعالى أن إبراهيم أبا الأنبياء استحق الإمامة بنجاحه فيما ابتلاه الله من تكليفات أداها وأتمها كما يريد الله، ولذلك كوفئ بأن يجعل الحق سبحانه وتعالى إبراهيم إماما. وإبراهيم عليه السلام أراد أن تستمر الإمامة في الأرض سمة على وجود خلق يتمسكون بمنهج الله على طريق الوفاء والإكمال والإتمام. فقال لربه ومن ذريتي، فرد الله إبراهيم إلى وضع يجب أن يستقر كمبدأ في من يلي إمامة المنهج في الأرض، وقال لا ينال عهدي الظالمين. إذن فهذه الآية دلت على أن الله أنبأ إبراهيم من قديم على أن بعض ذريته سيكون ظالما، وما دام بعض ذريته سيكون ظالما فقد سقطت الحجة لليهود على أنهم هم الذين يجب أن يكونوا خير خلق الله وشعب الله المختار، وأن النبوة والإمامة تكون فيهم. نقول لهم لا، إن الله قال لا ينال عهد الظالمين، وفي ذلك إشعارهم بأن من ذرية إبراهيم من سيكون ظالما. والنبوة لها بنية وسائر الناس لهم بنوة. قد توجد البنوة أي الانتماء النسبي أو الانتماء الدموي أو الانتماء الجنسي، الانتماءات متعددة في الكون. ومعنى الانتماء أن يحسب الإنسان نفسه على شيء، هذا الشيء يطلب منه أن يسير على مقتضى. فمثلا قد ينتمي الإنسان إلى الأرض، وكلمة الوطنية خرجت إلى الكون عشان انتماء الإنسان إلى الأرض أي الوطن وطني. وقد يكون الانتماء إلى الجنس يقول إسرائيلي أو عربي، وقد يكون الانتماء إلى المذهب فيقال ده مثلا منتمي إلى مذهب رأسمالي أي وإن كان من البلاد الشرقية، وهذا منتمي إلى المذهب الشيوعي أي وإن كان من البلاد الغربية. إذن فمعنى الانتماء الجهة التي يحسب الإنسان نفسه عليها ليخدم قضيتها. ليس عند الله لون من الانتماء من هذا النوع، وإنما الانتماء المعترف به عند الله هو الانتماء القيمي، هو الانتماء المنهجي لمنهج السماء. فالإسلام لا يعرف وطنا ولا يعرف جنسا ولا يعرف دما، وإنما يعرف قيما يربط الإنسان بها أيا كان لونه وأيا كان جنسه وأيا كان مذهبه، يبقى هذا هو الانتماء. إذن فقول الله لا ينال عهد الظالمين يحدد موقع الانتماء في البشر. وبعد ذلك أراد الله أن يصفي أيضا قضية بيت المقدس والقبلة، فأثبت لنا أن بيت المقدس بيت حديث من إنشاء داود وسليمان، ولكن الكعبة من إنشاء الله قبل آدم. فأيهما أولى في الاتجاه، لهذا البيت القديم أم لهذا الذي هو باختيار الله، أم لبيت هو لله أيضا ولكن باختيار خلق الله؟ إذن فالقضايا التي يتاجر بها الإسرائيليون المعاصرون لرسول الله على الأولين في الإسلام ليفتنوهم وليصرفوهم عن دينهم يريد الله أن يبتلع. فيقول الحق سبحانه وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، وإن البيت معناه دائما في العرف سعد إذا أطلق كلمة البيت يبقى يطلق على الدار وعلى المنزل، لأن الإنسان يجهد في الحياة ثم يؤول في أن يبيت فيه أو ينزل
فيه أو يدور ما يدور ثم يأتي إليه. وإذ جعلنا البيت فإذا أطلقت كلمة البيت انصرفت إلى بيته إلى بيت الله، جعله الله مثابة أن يثوب إليه الناس ويرجعون إليه لأنه بيت ربهم. وإذا أفزعك شيء فاذهب إلى بيت ربك لتجد ربك في استقبالك فيريح كل ما يمكنه أن يتعبك. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وفن نسب إلى الله يبقى يجب أن يكون آمن فلا يفزع إنسان فيه. وقلنا إن الله جعله أمنا مش إخبار أن يكون أمنا، لا، طلب من المؤمنين بالله أن يجعلوه أن يجعلوه، فإن أطاعوا جعلوه أمنا وإن لم يطيعوا يفزعون الناس فيه، يفزعون الناس فيه. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. كلمة اتخذوا يعني اجعلوا، يعني اجعلوا هذا المكان مصلى لكم. معنى مصلى ايه؟ مصلى يعني مكان الصلاة، والصلاة تطلق ويراد بها الدعاء، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وتطلق أيضا على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله، وتطلق على الصلاة الشرعية إن هي المعروفة لنا وهي المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم بشرائطها المخصوصة. حين نأتي بالمعنى العام الذي يشمل كل هذه تبقى هي الصلاة الشرعية، لأنها تشمل دعاء إلى الله وتشمل صلاة على مين؟ على رسول الله، وتشمل الشكلية المخصوصة المرادة لمين؟ المرادة للحق سبحانه وتعالى. ما معنى واتخذوا من مقام إبراهيم إيه؟ مصلى. مقام إبراهيم إحنا كلنا تعرضنا لهذا تعرضات كثيرة قوي، قلنا كلمة مقام وكلمة مقام. يا أهل ياسين لا مقام لكم، وفي هنا إيه؟ مقام. الفارق بينهم أن هذه مضمومة الميم وهذه مفتوحة الميم. فمقام من قام اسم مكان من قام، لكن مقام اسم مكان من أقام. فإن نظرت إلى الإقامة فقل مقام، وإن نظرت إلى مكان القيام فقل مقام. هنا الحق سبحانه وتعالى يقول هنا في الآية إيه؟ واتخذوا من مقامي، مش من مقامي، مقام إبراهيم كل مكان أقام فيه، يبقى يشمل كل المناسك والأماكن التي أقام فيها مين؟ لكن هنا بيقول إيه؟ مقام، يبقى اسم مكان من قام، من إيه؟ من قام. طيب اسم مكان من قام يعني المقابل لقاعدة، من قام المقابل لقاعدة. قام إبراهيم حينما أراد الله أن يرفع قواعد البيت، قام على الحجر الذي نراه هناك وحوله المكان المخصوص ده. إيه كلمة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ ألم يكونوا يصلون فيها؟ كانوا يتحرجون عن الصلاة فيها. لماذا؟ لأن المقام كان بين المصلي، يصلي خلف المقام، يبقى بينه وبين البيت الحجر ده، فكان الناس يتحرجون أن يصلوا وبينه وبين الكعبة شيء، فكان هذا المكان يخلو من مين؟ يخلو من الصلاة. لذلك قال سيدنا عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ إذن فكانوا يتحرجون من الإيه؟ لماذا كانوا يتحرجون من الصلاة فيه؟ لأنه كان بينهم وبين الكعبة، وهم لا يريدون بينهم وبين الكعبة إيه؟ شيء. فكان المكان اللي هو يبقى مواجه لخلف المقام يبقى خالش. هب أن هذا هو الإيه؟ المقام. يبقى اللي هنا دي كله خالي، هنا يصلم وهنا يصلم وهنا يصلم، في اللي جاه يصلم وده خالي. فسيدنا عمر لقى فجوة في البيت لا يصلى فيها، فأراد أن تعم الصلاة كل الإيه؟ بحيث لا توجد جهة من جهة الكعبة إلا وفيها صلاة. صحيح هناك في هذه الجهة مما بعد المقام والمواجهة للكعبة في صلاة، لحد هنا في صلاة، لما من هنا
ما فيه. فسيدنا عمر رضوان الله عليه قال لرسول الله ألا نتخذ من مقام إبراهيم إيه؟ ولذلك كانت هذه من المواضع التي وافق القرآن فيها سيدنا إيه؟ عمر. وافق القرآن فيها إيه؟ سيدنا عمر. الموافقات العمرية للقرآن لها ملحظ تشريعي. هذا الملحظ التشريعي إنه كل ما نيجي في حاجة في عدالة قضاء فيها مش عارف إيه نجيب سيرة مين؟ عمر عمر عمر. أما كان أولى بذلك أن نأتي بسيرته صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء. الرسول مؤيد بالوحي وعمر بشر غير مؤيد بالوحي، فيريد الله أن يثبت للناس أن الفطرة إذا سلمت والفطرة إذا صفت تستطيع بذاتها أن تهتدي إلى حكم الله، تستطيع بذاتها أن تهتدي إلى مين؟ إلى حكم الله. فكأن الله لم يتعبدنا بشيء تعمدا، وإنما هو يتعبدنا لتلتقي أهواؤنا وفطرنا، بدليل أن الفطرة لو صافية تستطيع أن تنتهي إلى أهو عمر مرة كده ولقاها كده مش طبيعي، لقاها كده فيها إيه؟ مش طبيعي. هم قال لك ألا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فينزل الله واتخذ من مقام إبراهيم إيه؟ مصلى. واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. الله يجي الرسول يجي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فهل أمرت نساءك بأن يحتجبن؟ يوم تنزل آية مين؟ آية الحجاب. ليه يجي مثلا في مسألة الفداء بتاع في بدر؟ الله الموافقات العمرية دي تيجي ليه؟ ليه؟ علشان إثبات أن الفطرة إذا صفت تستطيع أن تهتدي إلى إيه؟ حكم الله. إلى حكم الله. ولكن ما أقل أن تصف الفطرة أقل، فيحمل الله عنا ولكن يدع شيئا ما شيء. يجي مثلا كل حاجه نلاقي عداله عمر، انا مش عارف عفه عمر، مش عارف حزم عمر، ايه الحكايه دي؟ يقول لك لانه لو كان كل ذلك ماخوذ ومستمد من رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لقال الناس رسول مؤيد بالوحي لازم نعمل كده، وبشر متبع سنه رسول يستطيع ان يعمل هذا. بشر يستطيع ان ايه؟ ان يعمل هذا. فقال الحق واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. طيب اذا كان الله قد امرنا ان نتخذ من المقام مصلى، يبقى الله سبحانه وتعالى اقر وجود المقام هنا فاصلا بين من؟ بين من يصلي خلفه وبين مين؟ بين الكعبه. قال لك ايوه، لان مقام ابراهيم ده قصه، هذه القصة لها صلة بتأثر العقيدة في نفس المؤمن، ولها صلة أيضا بالإتمام والإكمال الذي ابتلى به إبراهيم ربه. لما ابتلى ربه إبراهيم ابتلاه أتمهن ولا لا؟ دي برضو هتدينا إيه؟ حيثية الإتمام. المقام دي هتدينا حيثية الإيه؟ حيثية الإتمام، بدليل أن الحق سبحانه وتعالى ساعة يتكلم فيما يأتي يقول فيه آيات بينات في ايه؟ في البيت كعبة، مش كده؟ مقام ابراهيم لم يأتي من الايات المبينات بالتفصيل الا مين؟ لما كان مقام ابراهيم ده له حيثية كبيرة، والا في ايات البيت كتير ولا لا؟ ايات البيت كثيرة، فلماذا لم يظهر بخصوصه الا مقام ابراهيم؟ قال لك ايضا لانه حيثية في الاتمام وحيثية في الاكمال وحيثية في ان ابراهيم نجح في الايه؟ في الابتلاءات التي ابتلاها بها نعم. طيب ما دام المقام هو مكان قيام ابراهيم، مكان قيام ابراهيم كان لماذا؟ لبناء البيت، لبناء البيت، لبناء البيت. والله سبحانه وتعالى سياتي بالايه يقول ايه؟ ان ساعه امر ابراهيم واسماعيل ان يطهر البيت وفعل القواعد. احنا عايزين بقى نعرف الترتيب جه ازاي، الترتيب، لأن مقام إبراهيم ما جاش إلا بعد وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ورفع القواعد من البيت يبقى لازم يسبقها وجود بيت، مش كده ولا لا؟ يبقى الترتيب الطبيعي إيه؟ أن يوجد بيت وبعد ذلك ترفع فيه القواعد، وبعد ذلك إن الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم ليرفع القواعد من البيت يبقى ده الإيه؟ المقام. يبقى ساعات يأتي الحق سبحانه وتعالى لا بترتيب التاريخ، مش بيرتب ليا تاريخ،
لا ده بيلفتني الى اشياء ويديني اللقطة. والعالم المعاصر الان في بعض الافلام في بعض الروايات يجيب لك الايه النهاية مش كده ولا لا؟ ليه؟ في ساعات انت بالبدايات تتشوق الى النهاية، وفيه ساعات اخرى تتشوق بالنهاية الى ايه حصلت ازاي. يبقى الحق سبحانه وتعالى جاب لك قصة الايه، واتخذوا من مقام ايه ابراهيم ايه مصلى، واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. مهم بقى القصة بتاعت البيت. يجب ان نفهم ان خلافا وقع بين العلماء، البيت ده كيف بني ومتى واين. فبعض العلماء يرى انه عند ابراهيم، وبعضهم يرى انه من ادم، وبعضهم يقول لك قبل ايه. احنا عايزين نشوف المنطق والاستقراء العقلي كده يؤيد اي راي. الذين استمعوا قالوا اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت. يقول يا اخي ما هو الرفع اولا؟ الرفع الصعود والاعلاء. الصعود والاعلاء تعلق همة المكلف بالبعد الثالث من الشيء، الارتفاع. الشيء يبقى له طول وعرض. لما دام له طول والعرض ما يبقاش له حجم لسه، ولذلك نسميه مساحة. نسميه ايه؟ فان اردت ان تجعله محجما يعني له حجم يبقى اعمل له ارتفاع. اذا واذ يرفع ابراهيم يبقى معناه ان فيه ايه قواعد موجودة، ولم يطلب من ابراهيم الا ان يعمل البعد له، لكن قبل ابراهيم كان البعدان موجودة. يبقى المساحة موجودة. يبقى عملية ابراهيم رفع القواعد فكأن قواعده طمست بالسيل او عوامل التعرية او امتدادات الزمن، فاراد الله سبحانه وتعالى ان ايه النزهة. واحنا قلنا سابقا انكم اياكم ان تتصوروا ان البناء ده هو البيت، الكعبة دي حجر ده، لا. الكعبة دي المكين الذي في مكان البيت. يعني لو شلنا الحجر ده برضو هيفضل فيه ايه؟ فيه بيت. يبقى ده اسمه ايه؟ المكين، يعني الذي يشغل الايه المكان. البيت مكان. طيب يبقى اذا الذين قالوا ان هو ابراهيم نرد عليهم نقول لهم لا، الذي قاله الله ان ابراهيم يرفع، ومعنى يرفع القواعد من البيت كان قواعد البيت كانت معلومه، وابراهيم عمله في البعد الثالث الذي يحجم، يعني يعمل له حجم، يعمل مكين في قلب الايه؟ في قلب المكان. على الاول بدليل أن الذين يصلون في الدور الثالث من الحرم أو على سطح الحرم يتجهون إلى ماذا؟ للجو. طب هب أن إنسانا عمل حفرة كده كده في جدر الكعبة يصلي برضو إلى جدر الإيه؟ الكعبة. إذا المكان غير المكين، المكان غير غير المكين. كده كويس. طيب يبقى إذا إبراهيم مش يقول له كمان دليل في القرآن. الدليل الآخر أن إبراهيم حينما لم تطق غيرته سارة أن توجد هاجر ومع ابنه إسماعيل وهي ملهاش ابن، قالت له إيه؟ خذوا بعيد عنا دي، خذوا غيرة طبيعية، ونعمة الغيرة اللي ودت إسماعيل إلى مين؟ إلى بيت إبراهيم. إلى الكعبة دي. فلما ذهبت طبعا خلت ابنها الرضيع، ساعتها ذهبت إلى ابنها الرضيع. الآية اللي معانا هو إذ يرفع مين؟ إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. يبقى من الذي اشترك معه في إسماعيل؟ يبقى إذا كان إسماعيل بعمر وسن يسمح بالمعاونة في الرفع، مش كده؟ طيب ساعة أخذه وهو فطيم على كتف أمه، نشوف كده بيقول إيه. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الله، كأن ساعة الإسكان كان في البيت، بدليل أن العندية
عند بيتك المحرم موجودة، وموجودة إسماعيل لسه طفل لا يقدر على أن يساعد في الرفع، ورفع القواعد من مساعدة إسماعيل لمين؟ لإبراهيم. يبقى إذا ساعة الإسكان بواد غير ذي زرع كان عند مين؟ عند البيت المحرم. إنما تحديد مكانه بالضبط ما كانش. فجيه في المرحلة الثانية قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. فكأن المكان معلوم بعمومه. معلوم لما انت تيجي كده ما كنتش شاهدتش قصر النيل زمان لما كان موجود فيه مثلا الاحتلال، وبعدين تيجي تشيل على الحته اللي انت بتقول هو قصر النيل كان ايه؟ كان ايه؟ انما ما عندكش بقى الخريطه اللي تحدد ايه؟ المكان بالظبط. فكأن هناك معرفه لمكان المكين في الجله ومعرفه لمكانه بالتفصيل. يقول مثلا الحته الفلانيه يقول لك ارفعها لي، يعني ايه؟ ارسمها ليا واديني الابعاد كده وبتاع وحاجات زي دي. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى بوأ المكان لابراهيم، فالعندية كانت موجودة عند الاسكان. خلاص؟ وقبل ان يأمر الله ابراهيم واسماعيل بان يرفع القواعد بوأ لهم مكان الايه؟ مكان البيت. واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت، يبقى فيه مكان وفيه بيت ولا لا؟ يبقى هذا المكان والبيت هو المكان. المكان والبيت هو المكان. يبقى العملية في المكان. العملية لكن المكان كان ايه؟ موجود بوصف ان ايه؟ وايضا اذا فيجب ان نعلم ان البيت كان له وجود قبل ابراهيم. وهذا هو الامر المنطقي. ليه؟ قال لك لان آية تانية. المراد حين نستعرض لقضية في القرآن أن نجمع كل ما يتعلق بها في القرآن حتى لا تبحث آية بمعزل عن آية أخرى. فلما يقول إن أول بيت وضع للناس، الكلام هنا للبيت ولا للبيت المكان للمكين؟ إن أول بيت وضع للناس. اذا ففي مكان البيت وفيه بيت. يبقى البيت عرفنا انه هو ايه؟ المكين. يبقى اول مكين كان علامه على البيت. ده وضع للناس للذي ببكه. وضع للناس. نعم. من هم الناس اولا؟ من عرف الناس؟ الناس هم ادم وذريته الى ان تقوم الساعه. مش كده؟ نعم. طيب لماذا تقول ان البيت هيبقى من ايام ابراهيم؟ اليس الناس الذين كانوا قبل ابراهيم ناس؟ الله. يبقى لازم يجيب ربهم البيت عندهم ولا لا؟ ان اول بيت وضع للناس، فكانك يجب ان تجعل ميلاد البيت حين من وجود ناس. ليس ناس اولى من ناس ليكون لربهم بيت يسوبون اليه، والذين سبقوا ابراهيم ليس لربهم بيت يسوبون اليه، ما دام البيت موضوع لمين؟ موضوع للناس. اذا فوضع البيت للناس يؤكد انه وجد حينما وجد ناس، للناس من اول ادم. ومعنى وضع للناس، ساعه ما تقول وضع للناس، الناس موضوع لهم. يبقى ليس وضعين. الناس ايه؟ موضوع لهم. يبقى ليس وضعين. ولذلك قال وضع. وضع مين؟ يبقى قبل ان يوجد ناس وضع. فيرد الناس على الوجود ولربهم ايه؟ بيت. وما دام وضع يبقى واضعه من؟ مش بقى قبل ادم الا ان الملائكه، والملائكه وضعته بمين؟ بالله. فستقول الى مين؟ الله. يبقى اذا ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه. خلاص. وقول الحق سبحانه وتعالى في ايه اخرى اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وحين الاسكان كان اسماعيل صغيرا لا قدره له على المعاونه في رفع البناء. يبقى اذا لازم ده يكون من قبل مين؟
العلم قبل إبراهيم. يبقى إذن علشان نعرف قصة البيت يبقى قصة حينما أراد الله أن يجعل في الأرض خليفة خلاص، وهو خلق الأرض وقدر فيها أقواتها وعمرها، وبعد ذلك أعد لهم أيضا بيتا يسوبون فيه إلى إيه؟ إلى ربهم ليكونوا إيه في أمان وغيره. تكلم عنه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طيب لما ساعة أراد إبراهيم أن يرفع القواعد قلنا البعد هو الثالث، ساعة يرفع القواعد في عالم بدائي ما عندوش السقالات اللي عندنا دي، يوم يعمل ايه؟ يبقى كان يخرجه من عدة الامر بالرفع ان يرفعه الى ما تطوله يداه، مش كده؟ في احسن من كده بقى؟ يعني لو انه رفع القواعد من البيت الى نهاية ما تطوله يداه يبقى ادى ولا ما ادى؟ فاراد الله ان يثبت ان ابراهيم حين اراد ان يرفع البيت كان يكفيه ان يرفعه على قدر ما تطوله ايه؟ ولكن ابراهيم احتال بالعقل البشري الى ان يزيد في الرفع قدر الحجر الذي يقف عليه، لان ان طالت يده هكذا ثم جاء بحجر طول نص متر يبقى يقدر يرفع ايه؟ الله. يبقى اذا اتخاذ المقام اللي يقف عليه هو يبني احتياله الى ان يرفع الى اقصى ما يمكن ان تطوله يده ولو بالاحتيال بما يستطيع. فكأن الذي يؤدي حكم الله لا يؤديه اداء شكليا وانما يؤديه اداء عاشق يعشق التكليف فيحب ان يتمه تماما على مقدار لا ما تسعه قوته الماديه ولكن حيلته العقليه ايضا. وليس من المعقول ان هو يجيب حجر كبير قوي عالي، ليه؟ لان هو يرفعه هو وابنه، يبقى لابد ان تجعل الحجر الذي يقف عليه ليرفع البيت بقدره في مقدور، لان الرفع يتطلب ان يطوف المقام او الحجر حول البيت، نعلي المكان ده وبعدين ننقله وننقله، يبقى لازم يبقى في طاقتهم ان ايه؟ ان يحملوه وينقلوه. هو مين؟ اسمع، ولذلك تجد لما تشوف الحجر تجد يده هو طاخت كده، يده هو طاخت ان هو ايه؟ ان هو يحمله بهذا الشكل. اذا فالحجر سمة لاكمال التكليف اكمال محب للتكليف، اكمال مين؟ محب. وكان من الممكن ان يخرج من عقدة التكليف بان يرفعه على ما تطوله يده. انظر الى ان اسماعيل صغير، ساعة ينقلان الحجر يبقى ممكن لاسماعيل ان يعاون، لكن ساعتها ليس طول اسماعيل هو طول ابراهيم، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا في الرفع ايه؟ ساعة ما يشيله كده ما ينفعش. يبقى اذا اسماعيل كان بيعاون في ايه؟ يناول الحجر، ينقل الحجر، يناول حجر البناء الذي يرفع به، ينقل الحجر اللي بيرفع عليه. اذا ففيه حجران، حجر يرفع عليه وحجر يرفع به، فاسماعيل يعاون في يجيب الحجر اللي هيرفعه به اللي هيبنيه يعني، والحجر اللي بيقف عليه ده يساعد ابوه في نقله. انما ساعتها ياتي ابراهيم ليضعه في المكان، يبقى اسماعيل لا تطول يداه يدي ابيه. فان حينما وجدوا في مقام ابراهيم غروا شيء يشبه القدمين، قالوا ان ابراهيم ساعه ما كان حجر رجليه علمت ايه؟ الحجر علمت في الحجر. احنا لما شفنا وجدنا ان تعليم الرجلين في الحجر لازم تاخد شكل متعرج مش شكل مستوي، لو الشكل مستوي صحيح هي لها الشكل العام في القدم، انما ما فيش فيه النتوءات اللي بتبقى في الايه؟
انا يعني اجتهاد بشر قلت لهم غالب الظن ان ابراهيم ساعتها ياخذ الحجر من ابنه او هم الاثنين يشيلوا الحجر الذي يبنى به ويقف هو وحده لان الحجر ما يسعش الحجر الا واحد يبقى مين اللي هيشيل الثقل دي كله؟ ابراهيم. وده حجر والحجر ده املسناه فمخافة ان الثقل يثقل ابراهيم يمكن رجله فهو الذي صنع بيده حاجتين اتنين كده حتى اذا وصعد الحجر يضع رجليه في المكانين المحفورين فتمنع رجله انها تروح كده او تروح كده. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت يبقى اذا مقام ابراهيم سمة على عشق التكليف من ابراهيم في الرفع. كويس. وما دام سمة دي درس ربنا حب يجعله آية بينة كده. ليه؟ لأن كل منهج الله بالنسبة لخلقه تكليف. فهو يريد أن يقول هذا إبراهيم انظروا كيف احتال ليتم الرفع إتماما لا ليخرجه من عهدة التكليف ولكن ليبين عشق التكليف له. فإذا أردتم أن كنتم توفوا التكاليف وفوها بإيه؟ بعشق. وفوها بإيه؟ بعشق. وإلا فأتمهن دي ما تجيش كده يعني. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طيب أهذا الحجر الذي جعله الله سمة لعشق التكليف وإتمامه وإكماله بحيل البشر يكون سبب في منا حتى من المسجد لا يصلى فيها؟ طب ده جاي شعار الإتمام، جاي إشعار الإيه؟ الإتمام والإكمال. يبقى هو يجي إشعار النقص وحتى في البيت كده تبقى فاضي ما حدش يصلي فيه. إذا كان أمرا منطقيا إنه لازم إيه؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتها. ونجينا هنا أيضا إلى أن طهر بيتها. طب إذا كان هم اللي بنيين لسه هو كان هيبقى إيه اللي ينجسوا عشان يطهروا؟ ده هم اللي بيت إيه؟ يبقى دليل على أن البيت ساعة طمرت قواعده ومكانه الحقيقي في فرق بين مكانه الإجمالي مكان الحقيقي. أصبح في الوادي مكانا يذبحون فيه ذبائحهم ويلقون فيه الفرس والدم والمش عارف الايه. فقال ربنا بقى لا طهروا بقى البيت كده عشان يبقى ما دام قال طهره فكأن أمرا طرأ على البيت. ولو أن هم اللي بنوه ما كانش مطهره ما ممكنش. أن طهر بيتي الايه؟ للطائفين. طهره من ايه؟ نشوف من الاكزار دي خلاص من المكان ينطمر وتيجي في اكزار زي ما تشوفوا انتوا اي مكان كده خالي وفي الطائفين والعاكفين والركع السجود. ثلاث ايه؟ ثلاث حاجات. طيب طائفين يعني ايه؟ الطواف يطلق ويراد به الدوران حول الشيء ويراد به الجولة مش حوله الجولة إليه. يعني مثلا تيجي بتسمي العسس طوافة ويمكن في بعض الفلاحين يسميه إيه؟ طواف برضه مش بي لأنه بيتغلغل إيه؟ تقول طفت يعني درت حول الشيء وطفت إلى الشيء انتهيت إليه وطفت إلى الشيء ألممت به. كل ما يلم بشيء يسميه ايه؟ طواف. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالايه؟ كالسرير. او مثلا ايه؟ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان ايه؟ يلم بهم يعني. طهر بيتها للطائفين. او هم كانوا وضعوا برضه حتت اصنام هناك وابتدات الوثنيات والشرك يجي. صح يقول هذا. للطائفين والعاكفين. طب الطائف ولا هيطوف كده والعاكف المقيم المقيم والركع السجود المصلين الايه المصلين او 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 البنت يشمل الثلاث. فحين تدخله طائفا
وحين تجلس فيه يبقى عاكف، وحين تقوم تصلي تبقى مصلي، يبقى للثلاث اصناف ولا لا؟ او الركع السجود، كلمه ركع جمع نون ركع. طب وسجود ساجد؟ لا برضه سجود جمع ايه؟ جمع ساجد. ساعة يأتي المصدر على فعول، يقول النحاة أنه ساعة يجيء المصدر على فعول، زي قعد قعودا وسجد سجودا، يبقى الجمع يأتي على فعول أيضا، فيبقى للركع والإيه والسجود يعني والسجد، والسجود يعني إيه والسجد، والقعود يعني إيه. هناك في سورة البروج إيه النار ذات الوقود إذهم عليها إيه قعود، وهم على إذهم عليها إيه قعود، قعود جمع إيه قاعد. يبقى إذا جاء المصدر على فعول يبقى صح أن تجمعه أيضا على إيه على فعول. والركع إيه السجود يعني الركع والإيه السجود. أو هو يطهر لمن يشهد بطواف أو اعتكاف عنده، ومطهر ايضا لانه سيكون قبلة للناس لكل راكع وساجد في الارض، لكل الركع ولكل الايه ولكل الساجدين. وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع الايه والركع السجود. واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا، هو قال ايه الاول؟ واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا. يبقى هو ما دام مجعول امن يبقى دعوة ابراهيم يجعله امن ايه؟ اذا رأيت طلبا لموجود فاعلم انه الدوام، المطلوب فيه الايه؟ الدوام. لما اذا سمعت قول الحق سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا امنوا، هو خاطبهم بلفظ الإيمان، فيبقى آمين إيه تاني؟ إذا رأيت مطلوبا موجودا اعلم أنه مطلوب الدوام، يعني صلوا بعد سماع كلامي إيمانا يتصل بإيمانكم الماضي فلا ينفك عنكم الإيمان أبدا. يعني يا رب إن كنت أنت عامل أمن من زمان كده برضو أنا عايز إيه تجعله. أو كان هو من أمن لا ينفك عن كونه بيت الله ومحرم فيه أشياء كثيرة وإلى آخره، وهو يريد أمنا جديدا، أمن جديد، لأن اللي عايش فيه يبقى أمن. ليه؟ أم أنك لأن وادي الغير ذي زرع، والإنسان لا تطمئن نفسه ولا يأمن إلا إذا كان قوت بدنه إيه موجود وعدم تفزيعه إيه موجود. فإن أردت الأمن المطلق فاعلم أن الله حين يخاطب مؤمنين بطلب الإيمان فاعلم أنه إيه المراد الدوام على الإيه الإيمان. أو هو يريد أمن من نوع خاص زائد عن الأمن هو زائد عن الأمن الإيه الأولاني. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا، في آية تانية قال هذا البلد، فمرة جاء بها نكرة ومرة جاء بها في آية أخرى معنى معرفة، إن حقيقة سبق الذهن إليها وعرفت، لكن قبل ما توجد بلد يقول نجعل هذا البلد، هو لسه بلد ده، رب ده هو يريد ان يجعله بلد، ما فيش حاجه لسه، يريد ان يجعله ايه بلدا. بعد ما بقى بلد برضه لما يجي بقى يتكلم يقول البلد بقى اللي انت عملتها لنا بلد، فكأن لك يا رب ايه فضلين، الفضل الاول في انك جعلتها ايه بلد، والفضل الثاني عايزين للبلد دي كذا وكذا 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 وكذا. يبقى اذا بلد امين ما كانتش بلد، ويريد ان يجعلها ايه بلد. ايه البلد يعني؟ البلد في اسماء تؤخذ من المحسات. احنا كنا قديما قلنا ان كلمة غصب خدت شيء عنه وكده، واللي انت خدت منه لايه لا يتمسك، مش خطفت، مش قلنا زمان دول الفرق من الخطف، الخطف ما لحقش يمسكك، انما الغصب قاعد تشد وانت ايه تشد، ده غصب. والغصب ده في الاصل
مش كده. الغصب هو سلخ الجلد عن الشعر، هذا الاصل. وساعة ما تاخد حاجة من واحد وهو متمسك به زي ما تكون بت ايه يبقى اذا المعاني بتيجي لها محسات. اهي كلمة بلد دي مثلا ساعة ما تسمعها تنصرف الى المدينة، مش كده؟ الى مصر. ده صحيح في الاصطلاح كده، من يلي اسمعنا بلد يعني ايه ليه بلد؟ قال لك لان البلد هو الاثر ينشأ في الجلد فيتميز عن بقية الجلد، زي مثلا زي الأوبة مثلا او دبرة كده، لان الحج المكان اذا لم يكن فيه مباني يبقى مستوي بمين؟ فاذا جيت انت طلعت فيه مباني كده بقت فيه ايه؟ ندبة كده، ندبة ايه؟ ظهرت. ولذلك يسمون كلكل البعير بلد. ليه؟ لانه ساعات ياتي ويجي على ظهره كده يقول ايه؟ يرسم الارض، فتلاقي قرص كده حد قرص ده شكله ايه؟ برضه اللي بيد كده يبقى دي اجعل هذا ايه؟ بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات. لانه هو بلاد غير ايه؟ غير ذي زرع. اول ما تيجي تجيب مقومات الحياه، مقومات الحياه. لكن اذكروا جيدا الى فطنة النبوة حين تقول ارزق اهله من الثمرات من امن، فكأنه حصر طلب الرزق في مين؟ ليه انا الكلمة دي؟ لان الله نبهه حين قال ومن ذرية الله لا ينال عهد الظالمين، فخشي ابراهيم ان يكون طلبه هذا كطلبه ذلك، فقال لا من امن يخلص. من امن، فكانه اخذ الايه؟ الدرس من قوله ومن قاله ومن ذريته انه لا ينال عهد الظالمين. فلما جاء وطلب الثمرات للمكان المن امن. شوف الوفاء، شوف الاثمان، شوف اليقظة في استقبال التكليف، شوف التعلم من ادب الله له اولا. ولكن انظروا الى استيعاب رحمة الله. قال له يعني بالمعنى كده، قال له انت خلطت يا ابراهيم، لان حين قلت لا ينال عهد الظالمين تلك في امامة القيم، انما دي في بقاء المادة من الكون. الكافرين كمان، الكافرين. فانت صحيح كويس اللي انت تنبهت الى ايه؟ الى دي، قلت ايه؟ من امن. ولكني اعدل لك برحمتي انني حين استدعيت الخلق الى الدنيا استدعيت المؤمن على الكافر، وسخرت ما في الارض للمؤمن، لان الكافر كما قلنا لم يستدع نفسه للوجود، وانما استدعاه مين؟ الله. ما دام استدعاه يبقى لازم يضمن له مقومات ايه؟ مقومات حياته. ولذلك قلنا سابقا، هل قال الله للشمس اطلعي على من امن به ولا تطلعي على من كفر؟ ابدا، تطلع على ده. هل قال للاسباب استجيبي لمن امن به ولا تستجيبي لمن كفر؟ ولا قال الاسباب هذه ياخذها مين؟ الكافر والمؤمن. واللي ينجح في الاسباب ياخذها. من كان يريد حرف الاخر نزد له في ايه؟ ومن كان يريد حرث الدنيا لكن ليس له في الاخرة من ايه؟ اذن فقول الله في الاول لا ينال عهد الظالمين في مسألة قيامة القيم، قيادة السلوكية، قيادة التكليفية، قيادة المنهجية. لكن في مسألة القوت، القوت مطلوب من للجميع. قال ومن كفر لكني امتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب الايه؟ الى عذاب النار، والى لقاء آخر.